حقيقة مع تصاعد القصف على قطاع غزة ثم بدء الاجتياح أو التوغل البري، يعني حتى المصطلحات حتى الآن هم الكيان الإسرائيلي متذبذب حولها، ولكن أيا كان إن كان توغل أو اجتياح بري، هناك أمور كثيرة يعني على المحك. برأي حضرتك هذه القمة الطارئة، القمة العربية الطارئة التي ستقام غدا في العاصمة السعودية الرياض، إيه المختلف اللي ممكن تقدمه؟ هل يمكن أن نرى أوراق ضغط يتم وضعها على الطاولة؟ ما المختلف الذي يمكن أن تقدمه هذه القمة؟ طبعا العلاقات، أعتقد أن أوراق الضغط ممكن أن تكون أولا على المستوى العربي. هناك أوراق ضغط هو الموقف العربي الموحد الذي يقوم على أن ما قامت به إسرائيل ليس دفاعا عن النفس، وإنما تجاوزت حتى حق الدفاع عن النفس ووصلت به إلى حد العقاب الجماعي وأيضا الإبادة الجماعية. الحديث عن التهجير القسري والنزوح القسري، هذه أمور تم وأدها في واقع الأمر من جانب مصر بصفة خاصة والأردن ومنظمة التحرير الفلسطيني. إذن هذا أحد الأمور، أننا بدحض ما يقال عن الدفاع الشرعي، لأن ما حدث حتى الآن ليس بدفاع شرعي. وما كما أشرت أن هناك أن إسرائيل دولة احتلال، ودولة الاحتلال ليس لها حق الدفاع الشرعي في مواجهة مقاومة مشروعة. النقطة الثانية أيضا هي أن الدول العربية التي قامت بالتطبيع مؤخرا مع إسرائيل يمكنها أن تتخذ موقفا تجاه هذا التطبيع، وأيضا في إطار أيضا تضامن عربي مع الدول التي لها علاقات مع إسرائيل من قبل. وأيضا يمكن في هذا الصدد أن يكون هناك تعاون من بعض الدول الإسلامية والدول غير الإسلامية فيما يتعلق بموقفها من العلاقات مع إسرائيل، مثل دول قطعت علاقات في أمريكا اللاتينية على سبيل المثال، ودول استدعت السفراء. كل هذه أمور يمكن أن تكون أوراق ضغط. نقطة أخرى، هناك استناد لقرارات الأمم المتحدة خاصة الجمعية العامة عندما تحدثت عن الأوضاع وتطوراتها في غزة، وكان هناك من الواضح يعني موقف ضد إسرائيل بشكل علني، وهناك تصريحات من جانب سكرتير عام الأمم المتحدة قوية في هذا الصدد. أيضا ممكن أن يكون هناك ضغوط أكثر من ذلك من خلال الرأي العام الإقليمي والدولي. نحن نشهد مظاهرات تجتاح كثير من دول العالم سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، بل أيضا داخل إسرائيل، بل وأيضا داخل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية التي تتعاون مع الولايات المتحدة في تواطؤها مع إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. أنا أعتقد كل هذه الأمور أوراق ضغط، ويمكن النظر في تصعيد هذا الأمر أيضا إذا لم يكن هناك استجابة من جانب إسرائيل، إلى حد أن يكون هناك موقف فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والضغوط الاقتصادية التي يمكن أن تمارس في هذا الصدد. لكن كل ما أود أن أشير إليه في هذا الإطار هو أن يكون هناك موقفا عربيا قويا وموحدا، لأن الحقيقة هو بصراحة شديدة هناك مواقف لبعض الدول العربية لا تقف على النحو المنشود والمطلوب في مثل هذه الظروف.